السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. فيديو اليوم سأقوم بعمل شرح لطريقة عمل ماستورينج على الكورك بأسبابها، يعني داخل الأورك. الغرض من ذلك هو الحصول على إخراج جيد للأورك، سواء في البيت من خلال السماعات أو على المسرح. قبل ذلك ملحوظة صغيرة للإخوان الذين سواء اشتروا البرنامج الخاص بي للأصوات أو الذين يفكرون بشرائه، إذا قمتم بتحميل البرنامج على الأورك بالطريقة التي شرحتها في الفيديو الحلقة السابقة، هناك بعض الأمور التي يتوجب عملها دائما عند إشعال الأورك، لكنها تتعلق فقط بالبرنامج الخاص بي، لا تصلح لبرامج أخرى، لأن هذه الأمور خاصة بخاصية الجلوبال. لهذا الزر مثلا في حالته العادية فهو يكون عبارة عن بالانس، يعني يمين يسار، هكذا أصوات، هكذا إيقاع. في حالتي أنا فلقد جعلته ليفل خاص بالإيقاع لوحده، وهذا الذي في الأسفل هو خاص بالباد، خاص فقط بالباد، يعني نقوم بزيادة أو نقصان للفوليوم الخاص بالباد، وهذا خاص بالمايك. وهذا كذلك في نفس الوقت هو يتكلف بليفل أو فوليوم الإيقاعات، وكذلك الإمبيتري، هذا فوليوم رئيسي جنرال، وهذا يختص فقط يا إما بالإيقاعات يا إما بالإمبيتري. هذا هو دور الجلوبال. كما قلت هذه الأمور التي سأشرحها الآن هي خاصة فقط ببرنامج. عندما أقوم بإشعال الأورك أول شيء أتوجه هنا إلى مني، فأتوجه إلى ميكسر. هنا في خانة ميكسر أتوجه إلى FX Sound، فأقوم الخانة الخاصة باللوير أقوم بعملها صفر في صفر. إذا لم أقم بعمل هذه الأشياء، عندما سأقوم بالتنقل بين الأصوات، هنا كل صوت لديه مجموعة من الإفيهات الخاصة به، نفس الإفيهات سيتم تفعيلها على اللوير. الأهات يجب أن لا يتأثروا بالإفيهات المعمولة للأصوات. بعد ذلك أرجع إلى المنيو، أتوجه إلى كيبورد أنسومبل. على كيبورد أنسومبل أتوجه إلى خانة جويستيك، فأقوم بإلغاء تأشير على هذه الخاصة باللوير. إذا لم أقم بعمل هذا الأمر ماذا سيحدث؟ أنا أشتغل دائما بالبيدال فوليوم، البيدال الدواسة الخاصة بالرجل التي تتحكم بمستوى الصوت. إذا لم أقم بإلغاء تأشير هنا، عندما أتلاعب بالأصوات التي أعزف بها سيتم التلاعب كذلك بالآهات. يجب أن لا تتأثر جهة الآهات بتلاعبك بمستوى صوت أصوات السولو أو كمانجات أو غير ذلك. بعد ذلك أتوجه هنا، هي بار ديفو تكون موفي سترينج، أنا أحولها، أذهب إلى فاكتوري، أذهب إلى سنتي باد وأحولها إلى دي باد. يمكنك أن تعمل ما تشاء، أنا فقط أريك ماذا أعمل أنا. بعد ذلك هذا هو مستوى الصوت الخاص بالآهات، يمكنك أن تعمل ما تريد به على حسب ما تسمعه بأذنك. بالنسبة لي أنا أجعله دائما في 25. سبليت هو الذي يتم فرق الأورغ، الآهات في جهة، أصوات في جهة. أنا عامله هنا إلى حدود الفا، حدود الفا تظل أصوات إلى غاية الفا دياز تنتهي، ابتداء من الفا هذا الأكتاف كله فهو عبارة عن آهات. بعد ذلك أقوم بتفعيل زر التومبو، وهذا دوره فقط أنه عندما أتنقل، إذا كنت أشتغل بالأرتام البواطريزم وأتنقل فيما بينها، فإن السرعة التي أحددها في الأول لا تتغير، تظل هي. بعد ذلك إذا كنت يعني أحتاج الباس في هذه الجهة، فأنا أتوجه إلى طرب إلى الصفحة السادسة وأختار باس لايف 2. هنا في هذا الباس لايف 2 أنا قمت بعمل ميوت لكل شيء، فقط باس لايف.
وكذلك معمول له ميكساج صغير بعض الكومبريسيون وبعض الايكواليزاسيون لكي يكون فيه حضور وكذلك فلتر ويكون مليء اثناء العمل. نحن الان على الميكسر. هذا ميكسر موديل 812 من شركة فوستكس. بالنسبة لهذا الميكسر فهو يتوفر على إكواليزر 5 باند. كما تلاحظون هنا لدينا الجان، بعده التريبل، بعد ذلك الميديوم تريبل، فلتر خاص بالهاي، ميديوم باس والباس. أنا أترك كل شيء في وضع فلات، فقط ألقى في النصف كي يعطيني بعض الحضور، تريبل لو تعاملنا بعقارب الساعة فنقول أنني أعمله في الواحدة والنصف ليلا تقريبا، الثانية ليلا والواحدة والنصف ليلا على حسب الصالة أو القاعة التي أشتغل بها. البقية كلها فلات. الليفل الرئيسي للميكسر أجعله في الصفر، والليفل الخاص بالكورك أجعله في ناقص 5 ديسيبل. هذه تقريبا هي كل الوزنيات التي أشتغل بها. الآن نمر إلى موضوعنا لهذه الحلقة، وهو كيف نقوم بعمل ماسترينج داخلي على الكورك بأ 700. فنتوجه إلى جلوبال، نتوجه إلى هذه الخانة ليميتر ماستر إكواليز، الخانة الأولى وهي خانة الليميتر، وكذلك نوع من الكمبريسيون. هذه هي الوزنية اللي عملها أنا على الأورك. الراتيو 2، تريشيلد ناقص 5، الأتاك 1، الروليس 25، الجان 2. يعني نوع من الكمبريسيون الخفيفة الخاصة بالماستر، يعني بالإخراج الرئيسي. لا يجب علينا أن نتعدى الحدود أثناء الكمبريسيون لكي لا نخرب الصوت. إذا أردت تخزين هذا البريسيت كما رأيتني أنا لقد عملت، تتوجه إلى هنا لهذا السهم وتعمل وريتس ليميتر بريسيت. هذه الأيقونة تسمح لك بتسمية البريسيت الخاص بك. بعدها تختار المكان الذي ستخزن فيه ثم تضغط OK. كذلك لا تنسى بالنقر على الزر On لكي يتم تفعيل الماسترينج. لو ضغطت عليه Off لقد ألغيت الماسترينج. هون الماسترينج شغال. في الكورك بي 700 في هذه الخانة يكتفوا فقط بليميتر كومبريسيون وإكواليزور فقط. أنا بالنسبة للإكواليزور أتركه غير مفعل. لماذا؟ لأنني أعتمد على الميكسر، سواء في البيت أشتغل بميكسر، سواء في العمل أشتغل بميكسر. في حالة إذا كنت تشتغل بالأورك فقط في البيت، بإمكانك أن تصنع لنفسك نوع من الإكواليزاسيون التي ترتاح معها. بالنسبة لهذا الكواليزور هو رباعي 4 بوند. هذا الأول هو باس، الثاني ميديوم باس، الثالث ميديوم تريبل، الرابع تريبل. الناس التي تتعامل باللغة الإنجليزية، لدينا اللاو يعني البيس، لدينا الميد لاو، لدينا الميد هاي، ولدينا الهاي. هذه هي الخانة الخاصة بنوع من الماسترينج على كورك البي 700 كي تحصل على إخراج جيد للأورك سواء في البيت أو على المسرح، وكذلك فلتر للأورك. شكرا لكم على كل شيء، ولا تنسوا دعمنا. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.